الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لازم نفهم. في البدايه لازم نقول مبروك لمصر كلها على اطلاق سراح او الافراج عن جنودنا السبعه اللي ظلوا مختطفين لعده ايام، ومصر كلها كانت حاطه ايديها على قلبها علشان سلامه الجنود اللي تم اختطافهم في ظروف صعبه. وأذيع فيديو اعتبر الشعب المصري كله مهين لينا وهم بيتكلموا معصوب الأعين، وكانت حاجة صعبة جدا بالنسبة للشعب المصري الأيام اللي فاتت. بغض النظر وبصرف النظر عن يعني إفلات الجناة أو الخاطفين من العقاب، لكن أيضا سلامة كل مواطن مصري أو مواطن واحد مصري مش سبعة بالدنيا كلها. وبغض النظر برضو هل هي صفقة وقائمة على تفاوض في الغرف المغلقة أو غيره، ده كله هيبان خلال الأيام المقبلة، وهنعرف إيه اللي حصل بالضبط في الكواليس وإيه اللي كان بيحصل امبارح في الحشد الأمني والعسكري اللي كان موجود، وكيف تم إطلاق سراح الجنود، وإيه هي الاتفاقات والبنود اللي اتفقوا عليها. أكيد في الوسطاء اللي توسطوا لإطلاق سراح الجنود كان في طلبات محددة من الجامعات والسلفية الجهادية في سيناء والعائلات والبدو وغيره في سيناء. في تفاصيل كتيرة هتظهر خلال المرحلة المقبلة، لكن في كل الأحوال هذا الغموض الذي اكتنف الحادث وإطلاق سراح الجنود هيكشف عنه خلال فترة وجيزة، خصوصا ان في اطراف كثيرة جدا دخلت في هذه المسألة، سواء اطراف امنية وعسكرية او وسطاء من العائلات ومن البدو في سيناء. لكن في الاخر مبروك الافراج عن الجنود. طبعا تفاصيل اللي حصل النهاردة وامبارح وكل الأسئلة اللي بتدور في أذهان حضراتكم هيتابعها معكم زميلي الأستاذ خير رمضان في برنامج ممكن عقب هذا البرنامج مباشرة، وهيجاوب لنا عن أسئلة كتيرة جدا في لقائه مع الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس مرسي. نيجي لحلقتنا النهاردة. الأسبوع اللي فات بدأنا نقاش وعرضنا تحقيق تلفزيوني حول ظاهرة الخطف في مصر، وهي لها علاقة وثيقة جدا وحميمة، يمكن جت مصادفة باختطاف الجنود السبعة والأيام الصعبة اللي قضيناها خلال الأسبوع الماضي. الخطف مش بس على الحدود، مش بس في سيناء، ومش خطف سياسي للضغط على الحكومة والنظام وعلى المجتمع المصري بالكامل، أيضا هو خطف وحالات خطف كثيرة جدا للضغط على الأسر والحصول على فدية كبيرة منهم مقابل طفل مسكين اتخطف وهو رايح المدرسة او هو رايح الدرس، او رجل او امرأة او فتاة صغيرة زي ما هنشوف النهاردة في استكمال حلقتنا. احنا قلنا الاسبوع اللي فات ان وقتنا ما كملش وما كفاش للاوجاع دي كلها اللي عند الناس والمآسي والقصص الصعبة في البيوت للاختطاف في كل المحافظات، وبالتالي هنكمل النهاردة تحقيقنا وحلقتنا ونقاشنا حول ظاهرة الاختطاف. طول الاسبوع جالنا اتصالات كثيرة جدا للبرنامج حول حالات ووقائع اختطاف وأشخاص لم يظهروا حتى الآن، ورغم إبلاغ الشرطة ورغم استجابة بعض العائلات لطلبات الخاطفين، ولكن هناك قصص صعبة جدا لأشخاص لا يزالوا حتى الآن في علم الغيب. الاتصالات دي احنا استجابة ليها بنكمل النهاردة، وجايبين لكم صور الاشخاص المختطفين وقصصهم بالكامل، وهيكون معانا هنا في الاستوديو ايضا سواء اشخاص تم اختطافهم ورجوعهم او اشخاص او ذوي اشخاص ومواطنين اختطفوا ولم يعودوا حتى الان. للأسف لا احد يتحرك في هذه المسألة سوى قوات الامن اللي بتحاول في حالات الابلاغ انها تبذل جهد وتقبض على الخاطفين وتفرج عن المخطوف، ولكن زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت والكثير من الأصوات طالبوا من يكون في حل شامل لهذه المشكلة لأنها تتزايد في كل مكان. هنروح مع بعض نشوف التحقيق بتاعنا النهاردة أو استكمال التحقيق اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت، ونكمل نقاشنا حول ظاهرة الخطف في المجتمع المصري. Let's go.
انا عمري 42 سنه اول مره نشوف في خط. سال اخويا راح رفع عليه المط راح راح يتكلم كون ضربه بالنار. بس ما كانش عشان مروحه. جريمه الخطف انا بصنفها على انها جريمه فاجره. ظاهره جديده انتشرت في الاونه الاخيره، عصابات تخصصت في عمليات الخطف تساوم الاهالي في اعاده اولادهم مقابل الحصول على فدية. الطفل ده جالي على كبر وجالي على موت قبل منه. ظهر بقى فرصة لما اختفت الدولة، ظهر بالجماعية والقبح والقسوة اللي ظهر بيه. بسأل أخوه قال لي بابا أنا جالي تليفون إن أخويا ده من واحد، قال لي لو ما جبتش 5000 جنيه إحنا هنموت لك أخوك دلوقتي. قال لي خطفوني يما، كانوا عاوزين ياخدوا فلوسي بالعافيه. قلت لهم لا، الفلوس دي بجيبها بضاعه للجيش وما اقدرش اديها لكم. هو كان اساسا مندوب تبع المعسكر اللي هو فيه، كان بيجي مثلا السجاير يعني كده معاه مثلا بال 10,000 بال 11,000 بال 15,000 بال 7,000 كده يعني. قلت له كان على 5,000 جنيه يا ابني، روح هات اخوك وهات قدام ال 5,000 يا ابني. فانا يا بابا خدت الفلوس وطلعت عشان اجيبه، وهو رايح يجيبه لقى ناس جايباه في توك توك وهو جايين. وانا خارج من صلاة العشاء لقيت تليفون جاي هديت يا معلم ابنك عندنا، واحد تليفون مفصول. خلال الشهر اللي فات بس كنا من ضبط 4 تشكيلات عصبية في خطف او محاولات خطف الاشخاص، وتلاحظ حضرتك ان معظم المتهمين بدون معلومات جنائية. قالت لي لحق العيال اتخطفوا يا عم كي اتخطفوا، قالت العيال اتخطفوا والخطف العيال قلبين مليون لا يقطع رقبتهم. واحد عاطل بيصادق واحد برضه وزميله برضه بنفس المستوى، اتنين تلاته بيقول لك طب احنا نعمل نخطف الولد ده، طب بيخرج من المدرسه الساعه كام؟ بيشوف ابوه مثلا ساري شويه فبيبتدوا يتعاملوا معاه. واقفين على الطريق، هات يا استاذ مجدي، هات يا حاج مهيب، الناس التجار اللي حوالين مني اللي بقى عنده اي حاجه بقى يبعتها. اقسم بالله كان في عيل دفع 10 جنيه. هو مفيش دوافع نفسية، في تبلد مشاعر، تبلد. هذا التبلد جه ان مفيش رادع، لا رادع حقيقي في القضاء والبوليس ولا رادع اخلاقي في التربية. اخشى ما اخشاه ان نصل الى مرحلة الجريمة المنظمة، والجريمة المنظمة نحن على اعتابها. قال له اقف، وقفت، ادي انتظار، اديت انتظار، ارجع 10 متر ورا. رجعت 10 متر ورا في يافطه حاجه زي كده ووراها برج بتاع كهرباء ضغط عالي. قال لي انزل من العربيه ارفع ايدك فوق بالفلوس. رفعت ايديا فوق، قال لي خش تحت العمود وحط الشنطه. طبعا انا كل ده عمال ابص حوالين مني مفيش حاجه، ان انا الاقي حاجه لا عربيه ولا بني ادم ولا اي حاجه. حطيت الشنطه. قبل كده جريمه الخطف كانت موجوده زي اي جرائم عاديه، لكنها الان تزايدت جدا، تزايدت الى حد انها كادت تصبح ظاهرة. قال لي ارجع اركب عربيتك تاني. قلت له طب انا طلعت راجل معاك وصلت لك امانتك. اطلع انت بقى راجل امانتي فين؟ قال لي مش تستنى لما اعد الفلوس. قلت له حاضر. رحت راكب العربية، قال لي في بنزينة هتقابلك بعد 10 دقايق، اقعد على البنزينة واستنى تليفون واستنى ايه ابنك هيجي لك. ورحت يا استاذ مجدي الساعة 3 لغاية فجر. الساعة لغاية الساعة 8 الصبح. تليفونات اتقفلت، عوض على الله. لما تيجي الدولة بقى تختفي وتتباطأ وتتردد في تكونها ما يجيش رادع، كل البدائية تطلع بوحشية قبيحة جدا جدا. ارتفعت جرائم الخطف بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، لتسجل نسبة زيادة بلغت 145%، لتصل عدد جرائم الخطف المبلغ عنها نحو 258 جريمة مقابل 107 جرائم في عام 2011. هذا بخلاف المئات من الجرائم التي يرفض المواطنون الإبلاغ عنها خوفا على ذويهم وفقا لتقرير الأمن العام. في ناس عندها عقيدة انهم ما يبلغش ويبتدي يتفاوض مع المتهم، وده غلط. جهز 150,000 جنيه، ان دخلت الحكومة هبعت لك راس ابنك في شنطة. كان عاطف اخويا خوفوه، ما قدرش يبلغ عاطف. هم بيخشوا من تعرض الضحية الى الايذاء او القتل في حالة قيامهم بالابلاغ. خال الولد ضابط في القوات المسلحة في الخدمة،
قال لي ما نقدرش يا صلاح ان احنا نلغي مؤسسة في البلد، احنا ما نعرفش اي معلومة عنه. انا هروح انا ابلغ. احنا بنحاول نرجع المجدي عليه لاهليته باقل خسائر خوفا على المجني عليه، وبعدين بنبتدي نظبط المتهم. المأمور بتاع المركز ما احنا ما لقيناهوش. طب هات فرقه قبل فرقه الانقاذ ما يروحوا يجيبوه. روح دوران ده على جثتكم. وصلت الى حد من الفجر وعدم وجود الردع الشرطي او الامني او القانوني، مما ادى الى انها ترتكب بهذه البساطه. طب هما في وبعدين مسكتنا الشرطه. ايه القصه دي؟ قالت القصه عن الناس دي اشتغلت عندها وابو الواد شغال في البترول ومعاهم فلوس. ما معناش مليون اساسا. انا واحد من الناس من قال لي ابويا عاوزين مليون، قلت له ما معناش انه عليا على عم عاطر. احنا نبكوا ونجيبوا لهم الفلوس احنا موتونا. قلت له عاطف خلاص مش مشكله، طلبوا 70,000 ودي لهم 75,000 هي وهات عيالنا وبعدين سهله. وصلونا عند كوبري قالوا لنا 10 دقائق وعمكم ده ياخدكم، ونحن كنا خايفين. اذا كان مينا ويسا عادوا الى ذويهم سالمين فهناك حالات لم تعد. لما بصيت عليه في المستشفى لقيته طبعا خلصان ومنتهي من الضربه اللي هم ضربينها له في فخذ من ورا. البجاحه والوقاحه وقله الدين وقله الاخلاق، يبقى فيه حاجه حصل اندفاع للبدائيه لاختفاء الدوله داخلي وخارجي. الغريب بقى كمان اللي من مده شهرين يعني مش مكفيهم كل ده، حدث اخوه الصغير، ان ابتدى الاخ الهربان ده اللي اسمه محمد نهره ده يبدا عاوز يخطف اخوه الصغير الاخر عشان يساومني عليه. انا نفسي دولتي انا لو قتلهم انا اللي هضربهم واخد حق ابني، وان شاء الله لو الحكومه ما جابتليش حق ابني انا هجيبه. انا بصرخ من قلبي من جوه لكل شعب مصر، لوزير العدل ووزير الداخليه يجيب لي حقي. هل انا اعيش في الدنيا كده من غير حقي ما يجي؟ وعلى فكره انا مش اول حاله ولا هتكون اخر حاله. مش عايز يوصلوني للمرحله اللي ربنا هيحاسبني عليها، بس هقول له يا رب رميت المسؤوليه على الناس دي الاول. مرحله ايه؟ ان انا هخلص على اهلي. استغفر الله العظيم كل سنه. اي واحد يرضى حد ياخد ضناه؟ انت ترضى ضناك زي ديتي عند 8 سنين يغيب عنك 3 ايام مرمي في الجبل؟ منهم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يحرق قلب امهم من الاربعه. شفنا مع بعض المآسي والكوارث اللي بتحصل في البيوت بسبب الاختطاف، ولسه عايشين مصر كلها عايشه تداعيات اختطاف الجنود السبعه والافراج عنهم النهارده صباحا او امبارح بالليل، ما حدش عارف اي حاجه. المهم انهم بقوا بيننا والحمد لله على سلامتهم، وبنتمنى ان احنا كل المختطفين في مصر من اسوان لاسكندريه يرجعوا لاهاليهم وتنتهي قصه وظاهره الاختطاف وطلب الفديه سواء في سيناء او في المحافظات الاخرى. اسمحوا لي ان انا ارحب، طبعا منتظر مداخلات حضراتكم، لان جالنا تليفونات كتير جدا الساده المشاهدين طالبين انهم يبلغوا عن المختطفين ليهم واللي ما رجعوش لغايه دلوقتي. اسمحوا لي ان ارحب بالسيد اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا وسهلا. الحلقه أهل. الثانيه على التوالي معنا ان شاء الله. نورنا. الله يخليك. وارحب بالاستاذ ماهر السداوي رجل الاعمال العائد من حادث اختطاف. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك مجدي بيه. اهلا وسهلا. دفعوا فيك كام؟ كتير؟ 500,000. الله 500,000؟ انت تستاهل 500 مليون. ربنا يخليك يا مجدي، ده مزوقك والله. اهلا بيك. طمني. اهلا بيك فندم. ربنا يخليك. ومعانا ايضا بنرحب بالاستاذه كريستين البرت شقيقه سيلفانا، اختك اللي لسه مخطوفه لغايه دلوقتي ما رجعتش. بقى لها 31 يوم. بقى لها كام؟ 31 يوم. 31 يوم، عدت شهر، ما رجعتش لغايه دلوقتي. ان شاء الله ترجع ونحتفل بيها هنا باذن الله ان شاء الله. منوره.
موضوع الاختطاف لسه كل مصر بتتكلم عنه، وانا عايز اعرف سياده اللواء النهارده كده قبل ما ندخل بقى في بسرعه في دقيقه كده بسرعه قبل ما ندخل في الحالات اللي عندنا والقصص اللي عندنا النهارده، اول ما ابلغت او عرفت انه تم الافراج عن السبع جنود، ايه اللي جه في ذهنك اول حاجه، اول لقطه جت في ذهنك بحكم خبرتك الامنيه الطويله؟ اولا هو كان اتصال صحوني من النوم في نايل الاخبار وقالوا لي هذا الخبر، تعليقك ايه؟ قلت لهم 50% من غير ما اعرف بقى بقيه الدعايات، دول جم ده انتصار لمصر وانتصار للجيش وانتصار لكل الاجهزه والمخابرات الحربيه والشرطه وكله لا شك في هذا، انهم رجعوا سالمين، ولكن دي 50% من الانتصار، 50% التانيين المتهمين. وكيف تمت في اسئله بقى كتير، والبرنامج اللي لازم نفهم، يبقى لازم نفهم، لازم نفهم ازاي رجعوا، هل بمفاوضات؟ طب اذا المفاوضات، طب مش احنا عايزين نعرف ازاي اتخطفوا الاول؟ ما 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 دي مصيبه لوحدها، كل ما هي تركيبه كلها، لكن انا خليني من الاخر. تمام، ازاي رجعوا؟ ازاي رجعوا؟ وبعدين اذا كانت في مفاوضات مسبقه، المفاوضات دي فحواها ايه؟ أيوة. وهل من تنازلات؟ لان ما فيش ولا طلق. لا هو في تنازل حصل، مش هل من في تنازلات ممكن نفاجئ بيها من غير ما نعرف، بس في تنازل حصل ان الجناة افلته. ده 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 ده, ده كل التنازل ده, ده هو ده كل التنازل، لان جريمه من غير متهم ما تبقاش جريمه، ما يبقاش عقاب. طب لا. ما لا ممكن يكون في متهم، لازم في متهم، هم خطفوا نفسهم. ممكن على فكره اصوات تطلع بكره، وبعدين الاعلام هو السبب، وبعدين لازم الاعلام هو المتهم، لازم افهم. لا. لازم افهم كمان مين دول المتهمين؟ ما حدش قال لنا حاجه. تابعين لمين؟ تابعين لمين؟ مين اللي خطفهم؟ هل هم جهاد؟ هل هم بدو؟ هل هم كده؟ هل هم كده؟ والمقابل ايه؟ وبعدين الاماكن اللي هم فيها فين؟ والتسليح اللي معاهم فين؟ وراحوا فين؟ الجريمه لم تكتمل هنا، لم تكتمل في ضبطها. القضيه ما اتقفلتش. لا مش متقفله خالص. خالص. بس واحد حرامي سرق مسروقات. لما زنقت عليه او بمفاوضات قال للمسروقات مركونه في الحته الفلانيه، روح خدها يا سعاده الباشا. على فكره بقى المشكله بقى بحس الامني، حضرتك عارف ان احنا خبراء امنيين مع بعض. طبعا طبعا. بحس الامني بيقول انه الحرامي اللي سرق وقال لك المسروقات في الدرج الفلاني هيسرق بكره وبعده، لانه لا زال طبيعي. لا شك، ما تم ما دام حس ان انا ضعيف خلاص يبقى معناه ان ممكن الحادث ده يتكرر. استاذ مجد وربع دقيقه اهي. اتفضل. القوات اللي انتقلت دي كلها دي مش مكلفة؟ ده يا خبر ابيض كتير جدا. ترجع لان هم اتسابوا كده وخلاص. لا خلاص بقى، انا من رأيي ان لا تعود القوات الا بالمتهمين وبالاسلحة بس وبالجماعات الاخرى. ولازم يبقى فيه كلمة لازم نفهم، تبقى فيه اجابات عن الواقع زي ما حضرتك تفضلت. ايه الدافع بتاعها وازاي ارتكبت لغاية ما تغلق الستار على المتهمين؟ بحسك الامني ايضا وبخبرتك فضل. اللي حصل ده معناه خصوصا الحادث ده تكرر اكتر من مره قبل كده، سواء مقتل جنود ال 17 ما اعرفش مين اللي قتلهم في رمضان الاربعه، ده معناه انه ممكن تتكرر تاني. طبعا طبعا، ما دام المتهم موجود خلاص خلاص. وبعدين طب فين الاربعه؟ ها ما حدش عارف عنهم حاجه. ثلاث ضباط راحوا ضربوا على الاحراش والعيال والجنود موجودين. لا لابد من عمليه تطهير استئصال. هو ليه رجعنا السبعه وما رجعناش الاربعه؟ اللي بقالهم سنتين، سنتين ونص. سنتين ونص صعبه؟ يعني صعبه؟ صعبه ان انا احدد اسماء المتهمين اللي بتوع ال 16؟ طيب ايه قبل ما اطلع لفاصل ونبدا نقاشنا حول ظاهره الخطف ونسمع القصص، تعليق ربع دقيقه على اللي شفته النهارده والافراج عن المختطفين السبعه، خصوصا انك انت مفرج عنك قبل كده. والله سيادتك اللي حصل النهارده يعني كان شيء مفجع. طبعا كنا سعداء ان اولادنا رجعوا، لكن هيبه الدوله انا بعتبرها برضو اذا ما جاتش الناس دي كلها واتلمت الناس الخاطفين، يبقى ده جاي بكره لابني ولابنك ولاي حد، مش هيبقى سلسله لن تخلص. مظبوط، يعني دي كارثه. كريستين تعليق ايه اللي حصل النهارده وانت اختك لسه مخطوفه؟ انا حصل انا ما بقاش في قانون هنا، يعني احنا كاننا في قانون الغيبه، يعني الاقوى هو استاذ مجدي. حلمت النهارده او حسيتي برغبه شديده جدا ان اختك كمان ترجع زي السبع جنود؟ اكيد طبعا. هل اتضايقت ان اهتمام البلد كلها والدوله وكل الاجهزه
انصرف الى السبع جنود ولم ينصرف بهذه الكثافه لاختك؟ حاسه ان هو مش مشكله السبع جنود، الموضوع من قبلها بفتره، وكان الموضوع ممنهج وما فيش اي تحرك. طيب هنشوف تقرير بسرعه حول حادث او حادث الاختطاف وعوده الجنود السبعه، ونطلع لفاصل ونكمل مع بعض ظاهره الاختطاف والخطف والفديه في مصر. بس انا عايز اقول حاجه. طيب بعد الفاصل ممكن؟ السياسه غامضه هنا. ايه؟ السياسه غامضه. الحادث دي قصدك اللي حصل؟ السياسه غامضه. اه السياسه بتاعت الدوله وبتاعت الحكومه وبتاعت رئيس الدوله غامضه، مش مكشوفه لينا صح ايه؟ ان شاء الله ربنا يكشفها باذن الله، نحاول نكشفها بعد الفاصل. ان شاء الله. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنكمل مع بعض حول ظاهرة الخطف والفدية. سيلفانا 17 سنة، فتاة مصرية 17 سنة، تم اختطافها وهي ذاهبة الى المدرسة، واسرتها اتهمت احد الاشخاص صاحب سنترال مجاور للمدرسة عمره 45 سنة كان بيضايقها قبل كده، والشرطة القت القبض عليه ولكن افرجت عنه ولا تزال مختطفة حتى الان بقالها 31 يوم. كريستين اختك تم اختطافها وراح المدرسة، جالكوا تليفونات بعديها اي حاجة؟ لا خالص، ما خالص اي تليفون من ساعتها؟ لا. طب ما هو الخطف لطلب الفدية بيبقى دايما في تليفون بعديها بيوم اتنين تلاتة. بس احنا مش يعني مش حاطين ان هو ده خطف عشان الفدية يعني. اما الخطف ليه؟ قوليلي بقى، قولي الحقيقة، ما تخبيش يعني اللي تعرفوه قوليه. احنا شايفين ان هو في عند الاخوان بقت خطف البنات المسيحيات القصر في سن من 14 ل 17 سنه بقت تمثيليه، بتتكرر عادي كده يعني، زيها زي سرقه موبايلات، بقت حاجه ظاهره عاديه انها تتكرر. في نفس المكان ده حصل عمليه الخطف دي قبل كده، ومفروض ان كل الجهات الامنيه عندها خبر بالموضوع يعني، الامن الوطني والداخليه والنائب العام، الشرطه، الجيش حتى، ما فيش اي حركه. ايه اللي يثبت او ايه اللي يقول ان الاخوان او غيره يعني ده اتهام من غير سند؟ وهيخطفوها ليه؟ لان معانا كذا حاله يعني في السن ده بالذات البنات بتتخطف وبتتلقى عند سن ال 18 وهي يعني في الازهر، وبتقول ان هي بتغير ديانتها. طيب ما يمكن عندها مشاكل في البيت او اي حاجه، او هربت يعني؟ انا بقول لك ده يعني مش قطع، لكن ربما بتحصل احيانا. طبعا بتبقى في حالات كده، بس فكرة ان البنت بشهادة كل مدرساتها وشهادة حتى التحريات اللي حصلت في الاسم وكده، كانت بتقول ان هي ملهاش علاقة باي حد، والبنت هادية جدا، وما فيش علاقة بحد وما فيش فدية. يبقى هو السلفانة اللي احنا شايفينها مع بعض على الشاشة. طيب ما في برضو حالات تانية بتبقى اختفت بقرار منها، ازاي؟ لأي سبب؟ مش فاهم. يعني مثلا تكون عايزه تعيش حياه تانية، تكون اي حاجه، مش حابه البيت، اي حاجه. انا بقول لك ده الاحتمالات اللي بتدور في اذهان البعض وما بيسمعوا القصه. بس سيلفانا علاقتها بينا علاقتها باسرتها كويسه يعني. لا، وما فيش ضغط عليها. ومتفوقه في الدراسه. يعني ما فيش ضغط في البيت يخليها تفكر كده. طيب الشرطه اتعاملت ازاي مع البلاغ بتاعكم؟ احنا حاسين ببطء رهيب في الـ في الـ في, الـ في الاجراءات يعني، لما نتهم واحد ويروح ونحس ان هو يعني الاجراءات ما تمتش بصوره يعني هما مش عارفه، هما مش حاسين ان دي بنت ومخطوفه وبقى لها 30 يوم 31 يوم بره البيت، فالاجراءات بتتم بهدوء خالص، كان حاسه ان في تقصير جدا. ما جالكوش اي معلومات عن اي مكان شهدت فيه، او حد كلمكوا قال لكم مثلا ممكن؟ لا خالص.
دورتوا عليها بنفسكم؟ طبعا من كتر ما حسينا ان هو الموضوع ما فيش اي تحرك يعني او ما فيش نتائج من اي جهه امنيه، حاولنا ان حد يروح المكان، كان في تتبع للرقم بطريقه وديه، حتى اذن النيابه اللي طلع رقم موبايلها رقم موبايلها طلع تتبع من اذن النيابه بعد مش عارفه في اليوم ال 11 او اليوم ال 12 ولغايه دلوقتي ما نعرفش عنه حاجه، ما جبناش اي نتائج. رحتوا المكان انتوا؟ رحنا المكان اللي طلع في التتبع الرقم اللي عملناه بصوره وديه، يعني بقينا نحاول نبعت ناس للمكان ده، بيقولوا ان هو المكان صعب قوي انه يتدخل، وان في فعلا اماكن هناك مخصصه وان في بنات هناك كده، لكن مش بالسهل ان اي حد يهاجم الاماكن دي. طيب استاذ ماهر، حضرتك اختطفت 5 ايام؟ 7 ايام. 7 ايام حضرتك من الاسماعيليه؟ الاسماعيليه. وطلبوا فديه قد ايه؟ طلبوا 4 مليون جنيه والله. وبعدين؟ وداد التفاوض في السبع ايام لما وصلوا لنص مليون جنيه واطلقوا صراحه. واطلقوا صراحه. طب احنا قرينا عن قصه اختطافك والافراج عنك او اطلاق سراحك في الصحف، ولكن انا عايز اسمع اتخطفت ازاي والسبع ايام دول عشتهم ازاي؟ يعني كانت القصه بالنسبه لك ايه يعني؟ ده طبعا قصه صعبه ومريره جدا. اتخطفت ازاي؟ مجرد ان حتى الواحد يتذكرها بتكون ماساه. انا اتخطفت انا داخل مزرعتي، ليا مزرعه خاصه بيا اسماعيليه في الاسماعيليه. فكان تقريبا الساعه 10:30 داخل المزرعه، الساعه 11 بالليل لا الصبح في النهار للاسف يعني. ما وكان حضرتك في العربيه لوحدك؟ انا في العربيه واقف عربيتي واقفلها وبتجول داخل مزرعتي بتابع حياتي يعني. فلقيت عربيه داخله داخل المزرعه، فتخيلت ان هي ضيوف داخلين لي او دخلوا جوه المزرعه. دخلوا جوه المزرعه بالعربيه. فليا استراحه داخل المزرعه في اخر المزرعه، خشوا انا كنت في جوار في الارض يعني. فشفت العربيه معديه، لفوا من عندي الاستراحه ورجعوا تاني عند العربيه، كنت انا مقابلهم. فكرت نضيف طبعا، لقيت 4 بالسلاح الالي ونازلين عليا. طبعا اول حاجه طلب مفتاح العربيه، قلت لهم اتفضلوا خلاص ما دمت شفت سلاح الي قدامي خلاص خدوا العربيه. فقلت خدوا العربيه. خدوا مفتاح العربيه، واحد راح يدور العربيه وقال له اركب. فطبعا فضلنا طبعا مقاومه، ضربوا طلقه نار بالسلاح الالي تحت رجلي. وربنا ستر طبعا ان هي ما اصابتش اي اصابات. فسمعت حد منهم بينبه ان مفروض ضرب نار، احنا لقينا مهمه. هو او مش هو بيتكلموا مع بعض. ففضلنا نقاوم في بعض، طبعا كان القميص طبعا اتقطع وقعدنا مع بعض حوالي تقريبا 10 دقائق. لان لما خبطوني هنا بظهر السلاح كده فعملت حتى عمليه، كان في تجمع دموي في فتره الخطف فقدت الوعي في اللحظه دي. فقدروا ان هم يشيلوني ويحطوني في عربيتهم. من اللحظه دي بداوا يعصبوني. طوال فتره الاختطاف تقريبا ما شفتش ال متغمي على طول. وهم حريصين يعني، حريصين ان انا ما اكشفش وشي لاي سبب من الاسباب. اتنين في لمده الخطف كان اتنين مسلحين. وكل 10 دقائق يشدوا الاجزاء يخوفوك. قوم الشاهد على نفسك. ورابطينك طبعا بايدينك. وواحد فرد منهم بيبدا يجيب لهم مثلا ميه يعني الحاجات العاشه بتاعتهم. طبعا المكان كان غير ادمي بالمره. اللي كنت بتاكل ازاي وهم يعني؟ ما طبعا اكل ايه ده، هم كان بعد 3 ايام بالظبط اول اكل اكلته يعني انا من يوم ما اتخطفت. اليوم الثالث تقريبا هم عرض على اكل تاني يوم، بس انا ما قدرتش، مش قادر نفسيا ان انا برضو ليا ظروف صحيه يعني، عندي سكر. فكان ما جابوش ليك دواء ولا اي حاجه؟ كان للحظ ان كان عندي، كان في جيبي انا الدواء اللي عندي، كان قبلها في قسطره في القلب، فكان معايا برشام القلب في جيبي. فهم شافوا الدواء، قلت لهم انا عندي سكر عاوز انسولين هموت. فجابوا لي امريل ثالث يوم محل يعني يحل مكان الانسولين. فكلت ثالث يوم تقريبا، جابوا لي سندوتش رغيف كده بحته جبنه بس. كنت خلاص وصلت ان انا
السكر طبعا لازم معاه. وصلت ان انا مرحلة ان فعلا فاكلت. لكن طبعا المكان نفسه طبعا كنت فيه ناموس. اسرتك بلغوا الشرطة؟ في نفس الوقت طبعا في نفس اليوم. في نفس اليوم؟ في نفس اللحظة. وانتظروا سبعة ايام. واسرتي الشرطة طبعا مقصرة بكل المقاييس. اسرتي هم حتى الخاطفين اتصلوا باسرتي وخلوني كلمتهم تاني يوم. وحسب ما جيت وعرفت ان بلغوا ارقام التليفونات اللي اتصلت. وطبعا عشان الداخليه في غفله مش موجوده معانا خالص، لازم ياخدوا اذن المحامي العام او المحامي العام الاول عشان يتتبع، وده طبعا شيء خطير جدا. المفروض رئيس المباحث اللي في اسمي يبقى يكون عنده التتبع يوصل الجريمه بعد 4-5 ايام. هتجيب امتى؟ دي نقطه مهمه هنجاوب عليها. فطبعا ديت كانت يعني ملحوظه يعني غريبه جدا. انا في الفتره ديت بدات اتكلم مع الاولاد الخاطفين. يعني اقول لهم يا شباب انتوا ليه يعني فبقيت احس ان في لحظه من اللحظات ان الاولاد اللي القاعدين طبعا في طبعا دايره معلم طبعا كلهم طبعا بيستغربوا. فيقولوا احنا بناخد اجر على ان احنا عاملينك، احنا مش اللي خاطفينك. ليه احنا لينا ناس لو نقدر نسيبك هنسيبك، هيتقتلوا لو لكن لو سيبناك هيقتلونا ويقتلوا عيالنا. ده المساله يعني في احنا لينا دورنا ان احنا بنحرسك ونحافظ عليك، لو انت هربت مننا او اي حاجه حصلت احنا نموت. يعني لدرجه ان العيال كانوا يقولوا سامحنا. احنا والله العظيم عارفين ربنا واحنا مجبورين وحاجات، يعني كانت يتكلموا في الدين بطريقه. وهددوا اسرتك بانهم يقتلوك لو ما دفعوش؟ طبعا. وده كان بيهددوا اسرتي ان ما جبتوش الفلوس هتجيبكم انتوا كمان. وفي الاخر طبعا اضطروا يدفعوا. طبعا الشرطه ما عملوش. لا طبعا الشرطه ما للاسف الشديد ما طيب. يعني ما كانش، وكان عارفين الشرطه ان اسرتي هتدفع الفلوس. كان على الاقل، وقعدوا يتفاوضوا معاهم يوم الدفع الفلوس دوت تقريبا يمكن اكتر من ساعه تليفون. لو في متابعه جيده كانت المفروض الشرطه حددت المكان اللي بتدفع فيها الفلوس حتى. يعني هي قصرت في الاول، يعني قصرت في طوال فتره اختطافي. واثناء بقى يوم دفع الفلوس قعد ساعه على التليفون. طب تعالى يمين، تعالى شمال، طب خش هنا، طب خش هنا. طبعا. لما حط الفلوس فللاسف الشديد الشرطه بس كل اللي قالتوا لي الحمد لله بالسلامه. الحمد لله بالسلامه. وربنا يسلمك. الشيء اللي محزنني ان طبعا انا سعيد جدا بخبر النهارده. اولادنا اللي جم الجنود، لكن انا برضو مواطن. وكان ليه حق ان انا برضو الشرطه تدور عليا وتهتم بيا. شفت انا النهارده بقالنا اسبوع الداخليه والامن وكل كل الجهات. هل انا مش مواطن زي الناس ديت؟ ان كان ليه حق ان الشرطه تدور عليا ويبقى في يعني يبقى في ابوك وتقابل الدكتور محمد مرسي؟ ايا كانت ان انا اقابل الدكتور محمد مرسي وانا مش عاوز، انا يعني يضيق صدري ولا يطلق لساني، لان انا كل مراره من بصراحه من الوضع كله. طيب. لكن اكمل معلش مع بسرعه بس عشان عندها فاصل. لكن انا النهارده لما احس ان انا ادفع فديه 500,000 جنيه لا لا لا, لا مدير امن شفته ولا محافظ اسماعيليه حتى في يبتلي ما اعرفش ان انا اقترفت يمكن ولا قاعد مع جنيه في اسماعيليه. انا مش مواطن لا حق الامن وامن وحق حق كامني من الشرطه. طيب هنجاوب على الاسئله دي كلها. هستاذن سياده اللي هو نطلع فاصل وحضرتك بقى تجاوب على الاسئله دي كلها. وعندنا اسئله كتيره. اقول لكم الاول قبل ما نطلع الفاصل، سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك في هذه الحلقه: هل ترى ان الداخليه، وزاره الداخليه يعني، قادره على الحد من انتشار جرائم الخطف للمواطنين، نعم ام لا؟ هل ترى ان الداخليه قادره على الحد من انتشار جرائم خطف المواطنين؟ اجب بنعم او لا، وهنقول النتائج في اخر الحلقه. بعد الفاصل هنشوف سياده اللواء هيجاوب على الاسئله دي هيقول لنا ايه. وفي نفس الوقت عندنا اتصالات كثيره جدا وعندنا قصص بالفعل لا يصدقها عقل. بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنكمل مع بعض الحلقة الثانية على التوالي، قضية الخطف وظاهرة الخطف في مصر. سيادة اللواء مجدي بسيوني، سمعت القصتين وقصص كتيرة من الحلقة اللي فاتت. كتيرة جدا. طبعا. كخبير امني وحضرتك يعني خدمة طويلة في وزارة الداخلية، كم سنة؟ خلاص بقى عشان ما طبعا عشان اوكي خلاص. طيب
ايه رايك في الانتقادات اللي اتقالت لجهاز الشرطه سواء في حاله خطف سيلفانا او الاستاذ ماهر؟ هو طبعا انا مش بأدافع ولا ادافع عن اي تقصير او الى اخره، بس الملف ليس بين ايدينا كاملا. يعني احنا سمعنا الكلام صحيح، ولكن قد تكون هناك رؤية أخرى أو نظرية أخرى. فمثلا القصة بتاعت الأخت هي بتقول إيه؟ بتقول بلغنا الأمن الوطني، عندهم خبر، مجلس الشورى، النائب العام والقوات المسلحة والجيش. طيب أكتر من الأجهزة دي كلها إيه؟ يعني مش اسم المرج بس حتى يكون مقصر. يعني أنا لو النهاردة مأمور في اسم المرج، ده انا عارف بقى ده الدنيا بقت ده وزارة الداخلية والامن الوطني والجيش والشورى والى اخره. فلا يمكن الا اذا كنت انا بجح قوي بقى يعني. وواحد وثلاثين يوم هي فيها علامة استفهام. ده بالنسبة لهذه الواقعة. لكن ايه هي علامة الاستفهام ديت؟ هي الاخت كويسة وفاضلة وبنته متربية والى اخره. لكن تعلمنا في خدمتنا بتبقى في امور اخرى قد لا يعلمها الاهل، واحدة تانية غوتها أو إلى آخره. المسألة ديت ما نقدرش نقول إنها خطف لأن ما فيش فدية. وعندنا مثال بسيط أوي. بس ممكن تكون خطف مش بهدف الفدية. لا مش بهدف الفدية. ولا الاغتصاب. لأن الاغتصاب بيبقى يومين ثلاثة أسبوع بكتير أوي مع السلامة. لا قدر الله. لا قدر الله. لا هو فيها لغز آخر. الأجهزة دي كلها يبقى مش الاسم هنا بقى مقصر ولا الشرطه مقصره ولا ده اكبر من الاسم. هي اكبر من الاسم واكبر من هذا. هي مساله تانية خالص. زي ما انا اقول لحضرتك في ثلاث بنات من سوهاج طالبات اعدادي خلصوا الامتحان وما رجعوش، لقوهم في اسكندريه وبمزاجهم من اخرهم 16 سنه ثلاث طالبات. فالمسائل ديت يعني ما نقدرش ان افتيك فيها. الموضوع بتاع الحاج ماهر هو طبعا ما فيش شك انها يعني انا اقول له الحمد لله على سلامتك، ولكن هي مأساة ما فيش شك في هذا. النقطة بقى اللي انا عايز القطها هنا، الناس لما كانوا بيتصلوا وسيلة الاتصال بتبقى بايه؟ يا اما بخط من الخطوط المعروفة اللي هم التلات شركات، او شريحة اللي هم بيجيبوها حاجه كده مؤقت. شريحه مضروبه، شريحه مضروبه كده بتاع دكان البقاله، تبقى سياسه دوله. من غير بطاقه من غير حاجه صاحبها ازاي؟ الله يا معناها. طب خلاص بقى بلاش بقى بطاقه رقم قومي، وبلاش لوحه معدنيه للسياره قدام السوبر ماركت ويشتري الخطوط ويتصل بيها، يبقى بلاش بقى لوحه معدنيه للسياره، وبلاش بطاقه رقم قومي تحقيق شخصيه، طالما ان دي الشريحه ديت اصبحت مستباحه كده وبتباع، تبقى فين هنا هيمنه الدوله طبعًا. ولا شركات الاتصالات ولا اخره. الحاجه الثانيه ان حته التتبع ومطلوبه في هذه الايام مع انتشار الخطف وسرقات السيارة. احنا وصلنا ل 412 جريمه خطف في 2012. 412 المفروض ظاهره التتبع ان تخرج عن الاطار الاجراءات القانونيه. بمعنى ايه؟ زي ما قال حاج ماهر كده، لازم اذن من مين؟ من المحامي العام الاول. لا. المحامي العام الاول. لا دي رساله محافظات. وزاره الداخليه فيها جهاز معلومات، فيها جهاز علمي تكنولوجي، يبقى موجود في هذا الجهاز في الداخليه. الحاج جم بلغهم بسرقه سياره بخطف واحد على طول، ما انتظرش انا بقى الاجراءات ومحضر واتعرض على النيابه والمحامي العام مش موجود. اشتغل على طول عشان الحق الراجل. اشتغل على طول عشان اقدر اعمل التتبع. طب اسمح لي معانا مداخله. الاستاذه حنان، استاذه حنان موج من القاهره، مساء الخير. تحياتي لحضرتك يا استاذ بجدي، وتحياتي للضيوف حضرتك، وتحياتي لكل مشاهدي البرنامج. اهلا بيك. واشكرك شكرا جزيلا على فتح هذا الموضوع الشائك جدا. أنا من ضمن الناس المجروحة بهذا الموضوع، والحقيقة أنه في الفترة اللي فاتت دي حصلت في عيلتي في محافظة الغربية حالة مماثلة للي حصلت لضيفك العزيز رجل الأعمال اللي قاعد جنب حضرتك. حالة الخطف اللي تمت في عيلتي كانت لرجل أعمال أيضا، صاحب شركة سياحة، تم اختطافه وهو راجع من مزرعته. ضيفك العزيز لما حكى حكايته كأنه بيحكي نفس السيناريو اللي حصل بالظبط
لبسيوني محمد بسيوني، وده اللي تم اختطافه من شهر تقريبا. اسمه يا استاذه حنان؟ اسمه البسيوني محمد البسيوني. تمام يا فندم. ابويا من احدى قرى محافظه الغربيه. رجل اعمال بيحب بلده، عايش وسط اخواته وسط اهله، وبيخدم كل كبير وصغير، ومحبوب من كل شخص في كل البلاد اللي حواليه. تم اختطافه علشان فديه، وبعد يومين بالظبط من اختطافه الخاطفين اتصلوا باهله وطلبوا 10 مليون جنيه. طبعا اهله بلغوا البوليس من لحظه ما تم اختطافه. وللاسف 8 ايام ما حصلش اي شيء. كل اللي كان بيحصل كانت تحقيقات بتحصل في وسط العيله، ضباط الشرطه والمباحث قاعدين في دوار العمده، لانه هي قريه بياكلوا وبيشربوا تحت اسم ان هم بيحققوا وبيدوروا على بسيوني. والحقيقه انه اجراءات التتبع اللي ضيفك العزيز بيتكلم عنها وسياده اللواء، الاجراءات العقيمه اللي بتتم واللي ما بيعرفوش يعملوا تتابع للاشارات التليفون، لحد اخر يوم. في اخر يوم عرفوا مكانه، وبعد ما عرفوا مكانه راحوا قالوا لاهله خلصوا نفسكم بالفلوس، لان احنا مش هنعرف ندخل نجيبه. المكان اللي هو فيه صعب اقتحامه. وكانه كان هناك تواطؤ بين الشرطة وبين الخاطفين، وكأن الشرطة كانت بتقسم مع الخاطفين المبلغ الكبير جدا اللي أخدوه. فعلا أهل بسيوني جمعوا المبلغ بالسلف وبالدين وبالبيع، وباعوا كل ما يملكوا علشان يقدروا يفدوا ابنهم. وفعلا جابوا بسيوني وخرج بسيوني، دفعوا 10 مليون جنيه وجابوا ابنهم باوردر من الشرطه، بامر من الشرطه، ادفعوا الفلوس لان احنا مش هنعرف نتصرف. احنا ما عندناش استطاعه ان احنا ندخل المكان ده، مش هنقدر ندخل، ولو دخلنا هيموت. وفعلا اهله دفعوا الفلوس ورجعوا ابنهم، بس للاسف رجعوا ابنهم بشظيه في دماغه. دخل علشان يعمل عمليه علشان ينظف الجرح الفظيع اللي كان في دماغه، ما مش عارفين لحد دلوقتي اذا كان اوفر دوز في البنج، اذا كان المستشفى كان فيها اخذ ميكروب من العمليات، مش عارفين ايه اللي حصل لحد دلوقتي. يومين اتنين بالظبط بعد ما رجع بسيوني من الخطف مات. ايه؟ بسيوني مات. لا حول ولا قوة. بعد يومين اهله دفعوا 10 مليون ورجع بسيوني، وبعد يومين مات. بس من الاهمال. وكانه والصازية اللي خدها في الحادث، يعيش في الدنيا دي كانه ابى انه يعيش في البلد اللي ما بقاش فيها امان، اللي ما بقاش فيها خير، اللي ما بقاش فيها غير الظلم، اللي ما بقاش فيها غير الخطف، اللي ما بقاش فيها غير الاهانه، اتهان واتبهدل، وبعد ما رجع مات. ودي كانت قصتي مع الخطف. كنا كلنا بنسمع عن حوادث الخطف واحنا متخيلين انه ده بعيد عننا. ابتدت الدايره دي على كل واحد فينا. كل واحد فينا دلوقتي بقى ماشي في الشارع وهو انا حاطه في عربيتي وانا ماشيه سلاح. ابني ما بينزلش الشارع ولا بنتي. متخيله ان ابني او بنتي لو نزلوا الشارع مش هيرجعوا لي تاني، انا لو خرجت مش هرجع تاني. الدايره بتضيق يا استاذ مجدي. ومش عارفين احاسب مين، مين المسؤول. بنتهان في بلدنا وبنتخطف وبنتمرمط وبندفع موت وخراب ديار. استاذة حنان بندفع من كرامتنا وبندفع من فلوسنا وبندفع من ولادنا، ومفيش دية لأي حد فينا. اشكرك جدا يا استاذة حنان. معانا الاستاذ مصطفى من الإسماعيلية. استاذ مصطفى خط قطع. طيب استاذ محمد من الدقهلية بسرعة. استاذ محمد اتخطف ولا ايه؟ استاذ مصطفى قاعد بره. اتخطف. طيب بعد الفاصل نشوف الاتصالات، وربنا يستر ما يكونش اتخطف. بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنكمل مداخلتنا. معانا الاستاذ محمد من الدقهليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. ازي يا استاذ كريم؟ اهلا بيك. أنا يا باشا محمد عبد العظيم، والد طفل يوسف محمد عبد العظيم من الدقهلية من المنصورة. أنا ابني اتخطف من قدام البيت عنده سنتين.
ربنا حضرتك بقاله بالظبط دلوقتي 40 يوم النهارده ما اعرفش عنه اي حاجه خالص، ولا الهوا حتى، ولا حد اتصل بيا محتاج فلوس ولا محتاج اي حاجه خالص. ولا معانا صورته على الشاشه معانا محمد سنتين سنتين اه سنتين يوسف يوسف اه سنتين اه يوسف اه فعندنا انا عنده سنتين 40 يوم وما ظهرش ولا حد اتصل بيك ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه خالص يا استاذ كريم، ولا اي حاجه خالص لحد النهارده. يعني بصراحه اللي فيه انا والدته حضرتك ما تتخيلوش. بلغت الشرطه؟ بلغنا الشرطه من تاني يوم خطفه، يعني هو انخطف يوم 3 يوم 3 4 احنا تاني يوم كنا مبلغين الشرطه. قالوا لكم ايه يعني كلامهم ايه الاخير يعني؟ هو اخر حاجه قالوا منكم فيكم. إيه؟ يعني ايه منكم فيكم؟ قالوا لنا منكم فيكم. منكم فيكم؟ حتى لو منكم فيكم مش المفروض يقبضوا على اللي منكم فيكم؟ المفروض يعني من فينا ازاي؟ يعني ده انا دلوقتي حضرتك مثلا الناس اللي هم المسؤولين دول هل هم سامعيننا ولا هم قاعدين مع قدام التكييف في التكييف وحاطين رجليهم على المكاتب وطبعا عيالهم في البيت مش شايلين هم حاجه مش شايلين هم الناس. انا شفت طفل امبارح طبعا لقيت ان هو ابن اللي انت حضرتك عرضت عليه قبل كده، عيل عنده سنتين ونص كان جايبه من الزباله والكلاب اللي هم حوالين منه سجاير متطفيه في جسمه. يرضي مين؟ سنتين ونص السجاير متطفيه في جسمه ليه؟ عمل ايه في الحياه ده؟ والله السجاير متطفيه في جسمه ولا مؤاخذه من كتر عرسانهم في ودنه، ودنه متلفة. ذنبه ايه الطفل ده يتاخد؟ ومش انا بس ولا ده بس. ناس كتير من معلش انا اسف ما عندناش وقت. الاستاذه مرثا من القاهره مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا بيكي. الله يخليك. بص حضرتك انا بنتي مخطوفه من 13/10/2011 لحد النهارده، وعارفه الناس اللي خاطفينها يعني مش الشرطه مش عارفاهم، لا انا عارفاهم ومعايا امر ضبط واحضار ليهم والشرطه ما بتجيبهمش. بنتك كام سنه؟ 14 سنه، يعني 13 سنه و8 شهور. 13 سنة و 8 شهور. بقالها قد ايه؟ من 13/10/2011. اللي خاطف بنتي عنده 48 سنة. واروح النيابة الفيوم يقولي لي دفعت فدية للعمدة القرية وهو عبد الرحمن محمد الجبالي شريط عبد الرحمن السنوسي، دفعت فدية لياسر حماد ابراهيم عبود وهو شيخ بنتي للتيار السلفي. ولا حياة البنت نادي وكل دوت معايا تسجيلات دي ومعايا سيديهات دي. يعني معايا سي دي مسجل بصوت العمده كامل ومعترف وقايل فيه كل حاجه، يعني انا مستغربه لحد ما قايل كل حاجه في الكلام وقايل هياخد الفلوس فين وهيقابلني فين وازاي هياخد الفلوس وازاي هيسلمني البنت. وبعد ما اخد الفلوس قالوا لي البنت اتجوزت. ازاي اتجوزت 13 سنه ديت و8 اشهر؟ هي اتجوزت؟ وازاي هتتجوز واحد عنده 48 سنه اللي هو خاطفها اللي هو احمد حماد ابراهيم عبود؟ طب احنا بس بالنسبة للاسماء اللي حضرتك بتقوليها كلها العمدة او غيره او محمد كل الاسماء دي هي ليها حق الرد طبعا، بس يعني انا معرفش ليها حق الرد طبعا بكل حاجة، ولو في حد منهم عنده كلام غير اللي انا بقوله دوت يطلع يتكلم فيه ويقول ان الكلام ده غير صحيح لان هو كمان يثبت في محضر رسمي وهو معترفين. طب سيادة اللواء سيادة اللواء بس هيجاوبني على سؤال في هذه القصة. اذا كانت بنت السيدة مرثا اتجوزت في السن ده او هربت مثلا بارادتها ينفع في السن ده؟ لا لا ما ينفعش. لا 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 ما هي قالت سلفيه ومش سلفيه ايا كان ما نعرفش احنا اصل القصه. لا ما ينفعش. ما ينفعش. لا لا طبعا يعني تجرم. تجرم الشخص. طبعا طبعا. لا ازاي ما ينفعش. طيب اشكرك جدا يا فندم، ويعني اعتقد ان وزاره الداخليه قضيه جاهزه المفروض فيها كل الاسماء وكل القصص، واحنا ما نعرفش، احنا مش مسؤولين على الكلام اللي اتقال، لكن في كل الاحوال سيادة اللواء تعليق اخير معلش. لا تعليق اخير ايه ده؟ دي انا عندي اتصالات كتير جدا بس ده مش ذنبي. احنا بنقول حاجه، الوقائع التي شاهدناها ديت اللي في بيتهموا الداخليه فيها تقصير. احنا بنقول ايه؟ اصل جريمه الخطف جريمه صعبه جدا جدا. في 412 جريمه خطف اتظبط منهم 310 يعني اكتر من 70%. الجريمه دي صعبه، صعوبتها في ايه؟ ان روح مش مسروقات، مش هروح اجيب عربيه او مواشي يذبحوها ولا اخره، ده بني ادم. فهي صعبه على الشرطه، مفيش شك انها صعبه. غير كده ان انا عندي احصاء هنا نسبه كبيره جدا من جرائم الخطف من المقربين والجيران. يعني واحد شريك في مصنع، موظف في 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 شركه، خطف صاحب الشركه. الحاج
كان في المزرعه. واللي اتكلم في المداخله كان في المزرعه. في داخليا بيبقى في واحد متركب، ودي صعوبه الجريمه. مش المجرم الطبيعي، انا عندي جرائم وقائع البرنامج لا يتسع لسردها. جريمه صعبه جدا في ضبطها، في مجرمها، في عنصرها، في كيفيه ضبطها. طيب استاذ ماهر، كلمه اخيره. كلمه اخيره، حسبي الله ونعم الوكيل. ومش عارف اقول لسيادتك يعني، يعني في اللي حصل لك ولا في 500,000؟ لا في اللي حصل لي طبعا. في اللي حصل لي طبعا. اي فلوس في ده كده صباعنا. وانا قلت لسيادتك انا حزين على ان بقالنا يومين اسبوع الضجه اعلاميه. انا لما اتخلصت ما حدش مش قلت حتى سال عني. يعني ما فيش دور يعني، كل الموضوع الحمد لله بالسلامه وجيت. طب انا اللي خدته الحمد لله بالسلامه. استاذه كريستين، تقولي ايه لرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير الداخليه واختك مش موجوده؟ كفايه شعارات. كفايه شعارات. بس انا عايزه اقول كمان ان هو غير، يعني حضرتك بتناقش قضيه الخطف بطريقه بصوره عامه، كمان انا عايزه يعني الاعلام كمان، يعني انا بحس بتعتيم شويه. يعني انا قصدي اوصل قضيه خطف البنات المسيحيات القصر والاسلمه الجبريه ليهم بس. وعايزه ادخل ان هو بقوا مدخلين الحكايه دي في، يعني بيضغطوا في الحكايه دي بطريق يعني اللي هو تهديد بالفتنه، بيبقى في فتنه طائفيه. يعني احنا لما اتهمنا اللي عرفنا ان هو كان بيضايق البنت، وصل تهديد للكنيسه لو ما تنزلتوش عن الاتهام، مسجد كذا ومسجد كذا بدون ذكر اسماء هيطلعوا على الكنيسه بعد صلاه الجمعه. فبقت كمان فيها فتنه طائفيه، فكفايه شعارات. كفايه شعارات. احنا ما عندناش في السي بي سي لا تعتيم ولا شعارات، بنحاول يعني ان احنا نكشف الحقيقه دايما. بتركز على، اشكر حضراتكم جدا، ركز على التوصيات اللي قلناها. انا خلصت. معلش انا اسف عشان ورانا. انا كنت عاوز اتكلم في التليفونات اللي كروت التتبع والتليفونات اللي الشركات اللي بتعمل 5 جنيه ده ويترمي. طيب دي كارثه، حياتنا في خطر يا جماعه كلها. حاضر حاضر. نتيجه الفيسبوك بسرعه، سؤالنا على الفيسبوك، هل ترى ان الداخليه قادره على حد من انتصار جرائم الخطف للمواطنين، نعم ام لا؟ 28 قالوا نعم الداخليه قادره 28%، 72% قالوا لا. اعذروني ان انا بنهج على الهواء لاني الوقت بقى كارثه. اول مره انهج وانا على الهواء، وانا اسف، وانا بعتذر جدا للاتصالات الكتيره اللي ما قدرناش ناخدها، وانا فعلا اسف، ده مش ذنبي والله العظيم. شوف حضراتكم الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الساعه 9 في لازم نفهم، واسيبكم مع زميلي وصديقي خير رمضان. معلش برضو بنهج، صديق خير رمضان في ممكن، ونشوف حواره مع الدكتور ايمن علي مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون العاملين في الخارج، وهيجاوب لنا على الاسئله وعلامات الاستفهام اللي عند الشعب المصري كله حول عمليه خطف واطلاق سراح الجنود السبعه، ولا هيزود علامات الاستفهام. اصبحوا على خير.